بالرغم من العقبات والمواقف المتباعدة للحكومة والائتلاف المعارض، إلا أن كل الأنظار تتجه نحو مؤتمر جنيف 2، وتحضيرا له يجول المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي في عواصم المنطقة لعله ينجح في تقريب المواقف المتباعدة. وبانتظار ذلك، فإن التطورات الميدانية وتداعياتها تخيم على الأزمة السورية. في آخر التطورات، قوات الحماية الشعبية الكردية تسيطر على معبر اليعروبية الحدودي مع العراق بعد اشتباكات مع قوات النصرة وداعش، وهو معبر استراتيجي من شأن السيطرة عليه تقوية جهود مكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية. بموازاة ذلك، الحصار ما زال العنوان الأساسي لواقع بلدتي نبل والزهراء، وهو عنوان أو تفصيل في لوحة المشهد السوري إنسانيا. فعلى أبواب الشتاء تتوالى تحذيرات المنظمات والهيئات الإنسانية من خطورة الوضع في سوريا، حيث التدمير الكبير وتضاعف أعداد اللاجئين والنازحين والحاجة إلى الإغاثة. هذه القضايا ستكون ضمن الملف الأول من النشرة العراقية السورية. في المحور الثاني، نتناول القلق الذي يعتري المسؤولين في كل من العراق وتركيا من احتمال تمدد النزاع في سوريا إلى أراضيهما، ما يحتم تقاربا بين البلدين لمواجهة أي تداعيات محتملة. وهو ما تجلى في الحديث عن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين أنقرة وبغداد انطلاقا من المصلحة المشتركة. ارتفعت حصيلة قتلى مواجهات أمس في طرابلس شمال لبنان إلى 5 قتلى. المواجهات تجددت ليلا بين باب التبانة وجبل محسن، واستخدمت فيها قذائف الهون والأسلحة الرشاشة. وبحصيلة الأمس يصل عدد قتلى الاشتباكات إلى 10 منذ يوم الاثنين الماضي. أكد رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن حل الأزمة عبر الحوار الوطني يتم بإرادة داخلية من دون وساطة خارجية. وخلال مؤتمر صحفي، عبر بن جعفر عن أمله في تجاوز الأزمة خلال شهر تمهيدا للانتخابات، مؤكدا أن تونس تعيش أزمة ثقة. احنا توا فصلنا مشاكلنا بين تونسيين وتونسيات، والحمد لله إن شاء الله هذايا يكون هذه هي القاعدة وإن شاء الله يتواصل. في نفس الوقت الأصدقاء اللي قاعدين يعاونوا، الأشقاء اللي واقفين بجنبنا، نحن وقت اللي يشوفوا وأن بقدراتنا الذاتية نحلوا في مشاكلنا، حتى حد ما تجيه لباله كونه يمكن يتدخل في الشأن الوطني والشأن الداخلي. نفت القيادة الفلسطينية وجود أي صفقة لمقايضة إطلاق أسرى فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل ببناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الرئيس محمود عباس لم يستمع مجرد الاستماع إلى مثل هذه الصفقة المزعومة المرفوضة من حيث المادة، موضحا أن الجانب الأمريكي وعد بالحد من الاستيطان إلى أقصى درجة ولم يتم تنفيذ ذلك. تناقش جبهة الإنقاذ المصرية التحالف مع حركة تمرد في الانتخابات النيابية، وتستعرض مسودة مشروع الدستور. اجتماع جبهة الإنقاذ يأتي وسط اعتراض العديد من القوى المصرية على مواد في الدستور، ومنها ما يتعلق بمنح دور أكبر للمجلس العسكري في الحياة العامة للبلاد. في السودان، أعلن تيار الإصلاحيين بالمؤتمر الوطني الحاكم أن خطوتها المقبلة تأسيس حزب سياسي جديد في البلاد. رئيس التيار غازي صلاح الدين قال للميادين أنهم سيشكلون حزبا يستوعب هموم السودانيين، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذها الحزب مؤخرا ضد بعض قادته كانت بمثابة رصاصة الإعدام في جسد الإصلاحي في الحزب. والباب الآن بات مفتوحا واسعا أمامنا لتشكيل حزب سياسي جديد، حزب يستوعب هموم السودانيين، وقررنا أن نطرح ذلك لتشاور وطني واسع. نحن لا نتخذ القرار النهائي، لابد أن تكون هناك جبهة واسعة لتأسيس هذا الحزب، ولابد أن تصاغ مواثيقه وأوراقه ووثائقه بعناية لاقتناص الفرص التاريخية المتاحة الآن للسودان، وللوصول إلى بديل مقنع ومحترم يقدم أملا جديدا للشعب السوداني.
أكد الموفد الأممي والعربي لسوريا الأخضر الإبراهيمي أن مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 أمر ضروري وطبيعي ومثمر. الإبراهيمي أمل في توجيه دعوة إلى الجانب الإيراني. جاء ذلك في ختام محادثات في طهران بشأن الأزمة السورية شملت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونائبه محمد أمير عبد اللهيان ضمن جولته الإقليمية. وقد أكد ظريف أن التوصل إلى اتفاق حول الأزمة يعود إلى الشعب السوري، مبديا الاستعداد للمشاركة في المؤتمر. الإبراهيمي كان قد زار عددا من عواصم الدول الإقليمية في جولة شملت كلا من أنقرة، الدوحة، القاهرة، بغداد والكويت، وتركزت مباحثاته حول مؤتمر جنيف 2. بدا من الصعب اللحاق بالمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي ورحاله لا يبقى على الأرض أكثر من 48 ساعة. رحلة مكوكية قام بها الإبراهيمي إلى العواصم الفاعلة في الأزمة السورية في إطار جهوده لانعقاد مؤتمر جنيف 2، مؤتمر يعجز أحد عن الجزم في حتمية انعقاده أواخر الشهر المقبل. جولة الإبراهيمي شرفت على النهاية، المحطتان الختاميتان هما الأهم، لكن على ما يبدو أن طهران ومن بعدها دمشق لن تسمعا جديدا في خلاصة الإبراهيمي من محادثاته العربية والإقليمية. الكل كما العادة أكد تمسكه العلني بالحل السياسي وإيمانه بأنه الحل الوحيد للمعضلة السورية. لم يرشح الكثير عن اجتماع المبعوث الأممي بالأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آثاني في الدوحة، مثمر هي الكلمة التي اختارها الإبراهيمي لوصف اللقاء، بينما أكد الأمير موقف قطر الداعم للوقف الفوري لحمام الدم في سوريا. الأزمة في سوريا والعقبات التي تقف في درب الحل متعددة التوجهات. بعد لقائه الإبراهيمي في تركيا، الجيش الحر ما زال لا يرى حلا في جنيف 2، وعلى الرغم من أن أنقرة تقول إن هناك ميلا من الائتلاف الوطني المعارض للمشاركة في المؤتمر الدولي، موقف الائتلاف ما زال على حاله منقسم وعاجز عن حسم قراره حتى الآن بين تيارين، أحدهما يريد إعطاء جنيف 2 فرصة وآخر يرفض الجلوس مع الأسد مهما كلف الأمر. الأمر يبدو أنه يكلف سوريا الكثير، فمع كل تأخير في الحل تزداد الكارثة الإنسانية توسعا وفتكا، مزيد من الدماء واللاجئين وكل المآسي المرافقة لذلك. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفي اتصال هاتفي مع الإبراهيمي بحث مسألة التحضير لمؤتمر جنيف 2 وللقاء الثلاثي الذي سيجمع روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وقد ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف أشار إلى أهمية استمرار جهود الإبراهيمي لتشكيل وفد موحد يمثل المعارضة السورية للحوار مع الجانب الحكومي وضرورة تأمين مشاركة جميع الدول الإقليمية الرئيسة. الأزمة السورية كانت مدار بحث أيضا خلال اتصال هاتفي في أجرى لافروف بنظيره الفرنسي لوران فابيوس. رئيس هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في الخارج هيثم مناع أشار إلى أن أسماء المشاركين في مؤتمر جنيف 2 قد وضعت، ومن بينها وفد المعارضة والائتلاف. وفي مقابلة ضمن برنامج حديث دمشق تعرض اليوم الساعة 7 مساء بتوقيت القدس، حمل مناع السعودية مسؤولية عرقلة انعقاد هذا المؤتمر متهما إياها بدعم الاتجاهات السلفية وتهميش الإخوان المسلمين في سياستها. المؤتمر سيعقد وأن الأسماء قد وضعت بالنسبة حتى للمعارضة للائتلاف أصلا، لذلك طبعا بما في الائتلاف تحاول بعض الأطراف أن لا يعقد جنيف حتى الجلسة الأولى ومنها السعودي. لا تتصوروا ستتراجع وتيرة العنف عندما يفتتح، على العكس من ذلك ستزيد وسيكون انفجارات أكثر، ودليل أكبر على أن العنف يزداد بجنيف لأن هناك من يريد إفشال جنيف. لن يكون هناك أي وساطة قبل جنيف، ولن يكون هناك أي حوار على حساب مؤتمر جنيف. ميدانيا سيطرت مجموعات من المعارضة المسلحة على بلدة طفص التي تفصل شرق محافظة الدرعة عن غربها، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري استمرت أسابيع، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. أشار المرصد إلى انسحاب الجيش من الثكنة العسكرية المجاورة لطفص بعد سقوط قتلى من الجانبين، لافتا إلى أن أقرب نقطة لها أصبحت على بعد أكثر من 10 كيلومترات من المدينة. ميدانيا أيضا تمكنت وحدات حماية الشعب الكردي فجر اليوم من السيطرة على معبر اليعربية الحدودي مع العراق عقب اشتباكات مع الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة ومقاتلي الكتائب المقاتلة. غدي غنطوس.
السلام عليكم. المقاتلون الكرد بدأوا صباح الخميس محاولة للتقدم نحو بلدة اليعربية الحدودية، وكانوا قد سيطروا خلال اليومين الماضيين على 3 قرى في محيطها وعدد من النقاط العسكرية. وقد دخلوا الجمعة إلى البلدة حيث دارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين داعش، أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الطرفين بحسب المرصد السوري. إلى جانب المعبر، تمكنت وحدات حماية الشعب الكردية من السيطرة على معمل الإسمنت ومنطقة السوق الحرة والمزارع المحيطة ببلدة اليعربية. مقاتلو الوحدات استولوا أيضا على أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة تعود لمقاتلي داعش. سيطرة قوات الحماية الشعبية على المعبر تعني قطع الطريق على داعش باتجاه العراق وكذلك باتجاه أقصى شمال شرق سوريا. لهذا المعبر عدة تسميات، سوريا تطلق عليه اسم اليعربية، فيما العراق يسميه بالربيعة، أما الكرد فيطلقون عليه تسمية تل كوجر. ويعد معبر اليعربية الحدودي معبرا مهما جدا، إذ يربط أقصى شرق سوريا بالعراق، ما يسمح لكرد سوريا بالتواصل مع ذويهم في إقليم كردستان. عبره يتم تهريب السلاح والذخيرة والمقاتلين التابعين لداعش والنصرة. فمعبر اليعربية هو نقطة تصل المقاتلين في سوريا مع غرب العراق، حيث يحظى تنظيم القاعدة بنفوذ واسع، له أهمية تجارية وأمنية واجتماعية نظرا إلى التدخل بين القبائل العربية. من المرجح أن تحظى سيطرة قوات الحماية الشعبية على معبر اليعربية على موافقة السلطات العراقية والسورية على حد سواء، نظرا إلى أن هذه السيطرة تضعف من نفوذ المسلحين المتطرفين الذين تحاربهم كلتا الدولتين. وللمناقشة ينضم إلينا من السليمانية في العراق المتحدث باسم مجلس شعب غرب كردستان السيد شيرزاد يزيدي، كذلك ينضم إلينا من دمشق الخبير الاستراتيجي مازن بلال. أهلا بكما. أبدأ معك سيد يزيدي، أنت معنا عبر الهاتف إذا من السليمانية. أي صدى أو كيف يعني تلقت في أربيل، كيف تم تلقي هذا الخبر أن يسيطر وحدات حماية الشعب الكردي على اليعربية، هذا المعبر الحدودي المهم؟ نعم، أهمية هذا النصر الكبير يعني والاستراتيجي بكل معنى الكلمة الذي حققته اليوم وحدات حماية الشعب يفاجأ أن تلكوتشر استخدمت، مدينة تلكوتشر استخدمت على مدى الأشهر الماضية كمقر وكمنصة للهجوم والهجمات الإرهابية التي تقوم بها الدولة الإرهابية، دولة العراق والشام الإسلامية، داعش وجبهة النصرة و غيرها وملحقاتها من كتائب ومنظمات تابعة لتنظيم القاعدة. أهمية هذا التحرير اليوم تكمن في القضاء على هذه البؤرة التي كونوها في هذه المنطقة، وهذا نصر استراتيجي بكل معنى الكلمة لوحدات حماية الشعب ولمختلف مكونات غرب كردستان، المناطق الكردية في سوريا بمختلف مكوناتها كردا وعربا، والعملية تمت حتى بالتنسيق مع أهل المنطقة من العشائر العربية وبخاصة عشيرة شمر التي لطالما كانت لها مواقف مشهودة على صعيد العلاقة مع الكرد في المنطقة، وهذا ما يعني تم الإشارة إليه بوضوح في البيان الذي صدر عن وحدات حماية الشعب، بيان تحرير المدينة. طبعا هذه ستكون بداية لتطهير المنطقة من هذه المجاميع الدخيلة والإرهابية. طيب، تكرر مصطلحات سيد يزيدي مثل تطهير وتحرير لهذه المنطقة والمعبر، تحدث عن تعاون وربما تنسيق بين العشائر في المناطق المحاذية من الجانب العراقي، اكتفى الموضوع فقط بالتنسيق على هذا المستوى، لا يوجد تنسيق من أعلى بمستوى أعلى إن كان بالنسبة للناحية الأمنية والعسكرية بالجانب العراقي؟ لا طبعا، ما نقصده من الجانب السوري يعني العشائر العربية في الجانب السوري يعني التي نتعايش معها كردا وعربا، الشمر يعني نقصد وهي وغيرها من العشائر الموجودون يعني هم سوريون يعني مواطنون سوريون بهذا المعنى، نقصد ما يروج يعني بعض قنوات الكذب والتلفيق كالعربية والجزيرة وغيرها من أن هناك تدخل ودعم من القوات العراقية وما إلى هنالك، وحتى يتحدثون عن حزب العمال الكردستاني، يعني هذه كذبة أكل الدهر عليها والشرب يعني. لا طيب، حزب العمال الكردستاني ما تم هو وحدات حماية الشعب هي ليست فقط كردية، حتى هي
يوجد ضمنها مقاتلون من عرب المنطقة، من عرب الذين يعيشون في غرب كردستان، من مسيحيها. هؤلاء الذين كانوا يحتلون المدينة هم دخلاء، حتى أغلبهم غير سوريون، حتى يعني من تنظيم القاعدة، أفغان وشيشانيون وتوانسة يعني ومن كل من هب ودب. يعني هؤلاء لا مكان لهم في المنطقة، لأنهم يريدون جر منطقتنا التي لطالما تميزت الديمقراطية. وضحت لنا أنه على أهمية أن يكون هذا المعبر وأن يسيطر عليه وحدات الشعب الكردي. تبقى معنا سيد يزيدي، والانتقال إلى السيد مازن بلال. واضح أنه هو هذا يعني لعروبية، إن كانت المعبر، المنفذ أو حتى المنطقة الجغرافية هي مهمة للطرفين. إلى أي حد مهم أن تكون بيد وحدات حماية الشعب الكردي بالنسبة لدمشق؟ يعني أول هناك نقطتين أساسيتين في هذه السيطرة. الأولى هي عملية الربط الجغرافي في ما بين المنطقتين، ما بين كردستان العراق وما يسمى غرب كردستان. هذا أمر حيوي وهام يعني، وسيكون له تأثيرات مستقبلية بشكل كبير. الأمر الثاني هو اقتصادي، يعني واضح بأن داعش ستتأثر كثيرا نتيجة السيطرة على هذا المعبر. نحن نعرف أن تلك المنطقة هي منطقة اقتصادية بامتياز، أيضا هي هناك حقول نفط قريبة، فبالتالي خطوط الإمداد ربما يتم قطعها نتيجة هذه السيطرة. ستحدث تغييرات، طبعا هذه السيطرة على يعربية هي جزء من التغييرات الكبيرة التي تحدث حاليا في الشمال الشرقي لسوريا، والتي ستؤثر بشكل كبير على مستقبل الدولة السورية ورؤية الدولة السورية. إذن من الناحية الجيوسياسية لهذه المنطقة، إلى أي حد الآن يمكن أن نقول أنه تم تأمين المخاوف التي يعني والهواجس بالنسبة لأهل المنطقة أو حتى بالنسبة للحدود العراقية السورية من هذه النقطة؟ لا، الأمر يعني قد تماما، الأمر قد يطول. يعني السيطرة على اليعربية لا تعني بأن تم قطع الامدادات بالكامل عن داعش أو حتى التخفيف من حدة العنف في تلك المنطقة نتيجة سيطرة هذه القوى على اليعربية، لكن نحن نتحدث حاليا عن تغير كبير يحدث في شمال شرق سوريا نتيجة دخول لجان الحماية، وهي يعني حتى مهما قلنا هي ستكون كردية. يعني السمة الأساسية لديها أنها لجان كردية بالدرجة الأولى، حتى ولو تحالفت معها القبائل العربية. إذا نحن أمام مفهوم جديد حاليا لشمال شرق سوريا. لم يعد الأكراد كما يتم التداول في الخطاب السياسي السوري بأنهم نسيج سوري، أصبحوا الآن جزء من القرار المستقبلي لسوريا. باعتقادي أن هذا الأمر سيعزز موقف الأكراد حتى في جنيف 2. نحن يعني علينا أن نذكر أيضا بأن هذه القوى الكبيرة أغلبها من الاتحاد الديمقراطي، وهو جزء من هيئة التنسيق. فبالتالي الأمر أصبح يعني واضح تماما بأن التقاسم، هذه نقطة مهمة جدا سيد بلال، أنه تقاسم سياسي. وربما نسأل لماذا اليوم يعني تم التركيز ووضع كل هذه الجهود على هذا المعبر والمنفذ المهم الاستراتيجي. وهنا بالعودة إلى السيد شيرزاد يزيدي، هل كان المطلوب فعلا أن يعني التحصل على أوراق لإثبات القوة وبالتالي إثبات مكان سياسي في جنيف 2؟ يمكن أن نفهم ذلك أو توافق على هذه النقطة؟ يعني أنا لم أكن أسمع النقاش، يعني مع الأسف الصوت لم يكن ما يصل. طيب بالطبع هناك في غرب كردستان هناك إرادة شعب، هناك يعني لن أسمح يعني، وكما أكدنا سابقا بوجود أي قوة، لا قوة النظام ولا قوة داعش والجبهة الوسطى وغيرها من مجاميع المعارضة التي لا مكان لها في مناطقنا. مناطقنا بعد ثورة 19 تموز من العام الماضي حررنا الغالبية العظمى من منطقتنا، وهناك الهيئة الكردية العليا هي المرجعية السياسية، وهذه الوحدات هي ليست تابعة حتى لحزب الاتحاد الديمقراطي أو لمجلس شعب غرب كردستان. وحدات حماية الشعب هي تحت إمرة وتحت إشراف الهيئة الكردية العليا التي هي السلطة الشرعية. طيب هذه النقطة مهمة، يعني لا وجود لا لقوات الجيش السوري ولا حتى لأي قوات معارضة، غير مسموح أبدا أن تتواجد في هذه المناطق، هذا ما فهمته منك؟ نعم، غير مسموح نعم طبعا هي قوات داعش والنصرة وغيرها، وحتى مع الأسف يعني بعض الكتائب التي
المحسوبة على الجيش الحر منذ أشهر وأشهر، تحاول احتلال المنطقة، تحاول تعريبها، تحاول أسلمتها بهدف إقامة الله. ولا الجيش السوري حتى، ولا حتى الجيش السوري، هذا لا يحيلكم إلى أن هذه الخطوة ترسخ الفكرة أن السعي لتثبيت السلطة الذاتية على هذه الأرض ذات الموارد الاقتصادية المهمة، خصوصا أن الحسكة غنية بالنفط. يعني هذه الإدارة الذاتية الديمقراطية هي مشروعنا، يعني نحن نقولها وهي تقدم وصفة حل لسوريا ككل. وعلى الجميع أن يدرك الآن أن سوريا الآن ثمة ثلاثة مناطق يعني نفوذ يعني خاضعة لقوى عسكرية، المناطق الخاضعة للنظام، المناطق الخاضعة للمعارضة العربية المسلحة يعني الجيش الحر وحتى يعني داعش وغيرها، والمناطق في غرب كردستان المناطق الكردية تحت سيطرة وحدات حماية الشعب. في هذه المناطق لعينا بأنفسنا على الدخول في معمعة الاحتراب الطائفي وفي عسكرة الثورة، وحدات حماية الشعب هدفها دفاعي بحت، يعني هي قوة وطنية هدفها التصدي لأي اعتداء على غرب كردستان ولأي اعتداء للنموذج الديمقراطي الذي يتبلور الآن فيها والذي يشكل مخرجا لسوريا ككل. يعني السيطرة على المعبر ليس هدفنا، المعبر بحد ذاته مع له من أهمية استراتيجية واقتصادية وغيرها، لكن الخوف ان نتحول الى يعني الى تثبيت سلطه ذاتيه بالنسبه لحلم الاكراد. لكن لو تسمح لنا ان نعود مجددا الى السيد مازن بلال، ربما لو تعلق على يعني هذه وجهه النظر التي طرحت بالنسبه للسيد يزيدي. يعني هي ليست مناطق نفوذ بهذا المعنى، ما اقصده اليوم بان مساله لجان الحمايه والهيئه العليا هي أمر أساسي وحيوي في هذه المرحلة. نحن نلاحظ يعني من الخطاب الرسمي يعني لم يكن هناك اعتراض على هذا الأمر. طبعا هذا لا يعني أن هناك تنسيق كامل أو تنسيق سياسي، لكن هم يلتقيان في المشروع السياسي العام. أنا لا أعتقد بأن هذه القوى يمكن أن تنسجم مع مسألة داعش أو حتى مع جبهة النصرة أو حتى مع وجود كتائب جيش حر يعني متفرقة وليس لها إدارة قوية ومركزية. لدينا اليوم لا حتى هو يقول ولا حتى يعني الجيش السوري، يعني هناك ديمقراطية تتشكل بمفهوم آخر، كل الأطراف التي تتحدث عنها تقاتل هي لا تحمل هذا المفهوم، ربما إلى حين هي أجل يمكن أن يكون حول جنيف 2. تماما، يعني هي لم تتبلور بعد هذه الطريقة في التعامل. يعني هم يتحدثون عن إدارة ذاتية ممكن، لكن نحن لدينا امتداد على طول الحدود التركية وربما على طول الحدود العراقية، لذلك فهذا الأمر لا يعود فقط لإرادة تلك المناطق. نحن نعرف يعني فيما لو تم إيجاد منافذ ما بين كردستان العراق وغرب كردستان باتجاه شرق المتوسط فهذا الأمر سيصير حفيظة تركيا على سبيل المثال. الأمر يعني الأمر معقد، لا يتعلق فقط بقرار لهيئة أو لحزب معين، لكن المهم اليوم بأن القرار السوري في تلك المنطقة يرسم بشكل جديد، يرسم بالتعاون مع هيئات كردية أصبحت جزء من القرار السياسي السوري، وهذا الأمر سيظهر بوضوح في مؤتمر جنيف، بمعنى أن التصور القادم لسوريا لم يعد الأكراد يحجزون موقع فيه، لا، هم أكثر من ذلك، هم جزء من صياغة الرؤية السورية مستقبلا. طالما أنه الأرض هي التي تضع الأوراق والشروط في التسويات، ليس بالضرورة فقط الأرض، طبعا الأرض هي العامل الأساسي، لكن المشروع نفسه. يعني من الممكن أن يتم حوار مع هذه الهيئات، من الممكن أن يتم حوار حتى مع الاتحاد الديمقراطي، حتى مع باقي الأحزاب الكردية، هم جزء من هذه المنظومة، إنما داعش أو النصرة أو إلى آخره هم خارج هذا السياق، يعني لا يمثلون سياق خاص بالدولة السورية، أما الباقي فهم جزء من سياق الدولة السورية منذ أن تأسست وحتى اليوم. بالعودة إليك بدقيقة سيد يزيدي، ماذا بعد؟ كيف سيتم التعامل؟ يعني إذا هذا المعبر سيتم التعامل معه بشكل رسمي، نتحدث عن المنفذ الحدودي اليعروبية. يعني ربما من السابق لأواني الحديث، يعني المعبر حرر اليوم، ولكن من حيث المبدأ يعني هو تحت سيطرة وحدات حماية الشعب، يمكن يعني بعد ايام او بعد لا ادري بالضبط، يعني بعد مده معينه ان يتم يعني اشراف عليه من قبل
هيئة إدارية مدنية من مكونات المنطقة بعربيا وكرديا ومن العشائر ومن مختلف المكونات، بحيث أن أهل المنطقة هم يديرونها بعيدا عن هذه. لكن الجانب العراقي نتحدث، تصور الجانب العراقي يعني سيتعامل بشكل رسمي معه بهذا الإطار؟ يعني لا ندري حتى الآن، هذا الأمر سابق لأواني، ولكن طيب. حيث نبدأ نحن يعني نأمل كل دول الجوار من العراق من تركيا من جميعها أن تفتح المعابر على غرب كردستان. يعني نحن من جهتنا نضمن يعني أن هذا بالعكس، يعني نحن الآن طردنا القاعدة، قطعنا خطرا على العراق يعني وبتركيا أيضا، نريد أن يعني أن تكف دعم هذه القاعدة وأن يفتح معابرها لقضايا التجارة والمساعدات الإنسانية. يعني نحن لسنا ضد دول الجوار، بالعكس نحن قوة. أشكرك يعني سيد شيرزاد يزيدي المتحدث باسم مجلس شعب غربي كردستان، أعتذر منك، انتهى الوقت. كنت معنا عبر الهاتف من السليمانية ومن العاصمة السورية. نشكر السيد مازن بلال الخبير الاستراتيجي. إلى ذلك نفت جبهة النصرة الأخبار المتداولة عن مقتل قائدها أبو محمد الجولاني، وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذكر بيان للجبهة أن الجولاني بخير مع قائدين ميدانيين تردد أنهما قد قتلا أيضا. وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أورد خبرا حول مقتل الجولاني في محافظة اللاذقية غربية سوريا. لا تزال بلدة نبل والزهراء بريف حلب الشمالي محاصرتين من قبل مسلحي المعارضة. أهالي البلدتين استحدثوا طريقا ترابية لربطهم بمدينة عفرين ذات الغالبية الكردية. الحاجات الغذائية والصحية للبلدتين تتأمن عبر هذا المنفذ الوحيد المستحدث، والأسعار في البلدتين مرتفعة بعدما اختفت البضائع السورية إلى حد كبير لصالح البضاعة التركية. كاميرا الميادين زارت المنطقة. هذه هي الطريق الدولي التي تمر عبر بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي في سوريا. البلدتان محاصرتان منذ أكثر من عام ونصف. كيف تؤمن البلدتان حاجاتهما الغذائية في ظل إقفال كل المنافذ ما خلا طريقا ترابيا وعرا يربطهما بمدينة عفرين استحدثت بفعل الأزمة؟ حاليا بعد الحصار عم نضطر نجيب هي بضاعة من مدينة عفرين حصرا عن طريق صاير طريق كثيف، وعم نتعرض بعض الأحيان على هذا الطريق لعمليات خطف، وبعض الأحيان تعرضوا ناس لقتل ولسلب. تجينا مواد مهربة من تركيا، أسعار كثير مرتفعة ما بتناسب مع دخل المواطن أبدا بسبب الحصار الجاي. يغادر أبو علي بلدة الزهراء متوجها إلى عفرين بشكل دوري. سيارته الصغيرة تعبر في طريق غير معبد وصعب. هذا الطريق الوحيد اللي بدخل فيه بضاعة، والمنفذ الوحيد اللي بدخل فيه بضاعة الزهراء ونبول. رغم الصعوبات كلها والطريق والمشاق وخطورته ومخاطر الخطف على الطريق، أما غامر حتى نأمن المواد الغذائية للزهراء. يصل أبو علي إلى هدفه وهو أحد تجار الجملة في عفرين، المدينة ذات الغالبية الكردية مفتوحة للبضاعة التركية. البضاعة السورية عم تجينا بالصعوبة، ما في طاول، عنا الشركات والمعارض كلها احترقت، فلذلك البضاعة عم تجينا من تركيا في صعوبة، والطريق صعب عم يجينا قشر بشكل دولارات، عم يجينا غالي كثير. محطات عديدة للتسوق يكملها أبو علي في مدينة عفرين قبل أن يغادر بسيارته عائدا بالبضاعة لبيعها في نبل والزهراء المحاصرتين. وإلى وسط سوريا، إلى حمص وتحديدا إلى جنوبي شرق هذه المدينة، حيث صدد القرية الوادعة هاجمها مسلح المعارضة قبل أن يعيد الجيش السوري سيطرته على غالبية أحيائها. كاميرا الميادين زارت القرية واستطلعت الأوضاع الميدانية وأيضا التطورات العسكرية فيها. صدد القرية التاريخية جنوب شرق حمص، البلدة التي عرفت بكنائسها السوريانية القديمة وبوقوفها على الحياد خلال الأزمة السورية، كانت كما معلولة على موعد مع هجوم للجماعات المسلحة ولا سيما من قبل داعش القادمة من حسياء والقلمون ومهين. فتنا على الضيعة من عدة محاور، وحاليا مسيطرين على نسبة 60-70% من قرية صداد. الإعاقة الوحيدة اللي عم نتعرض لها هي وجود الأهالي، وجود المدنيين بالضيعة. يعني مشكلة عم يكون لما بدك تدخل بأي حارة أو بأي بيت عم بيكون في مدنيين، وعم بيكونوا المسلحين غالبا أخذينهم كرهائن. هلأ الوضع الحمد لله رب العالمين جيد جدا، طبعا بعض الأحياء فيها مسلحين
متمركزين وبعض القناصين، والحمد لله ان شاء الله انه يعني قريبا جدا بين اليوم وبين بكره اذا الله راد تكون قضينا على المجموعات المسلحه. دخل المسلحون الى صدد قبل ايام وبدات تتكشف ملامح المعركه هناك. مصادر رسميه تقول ان المعركه هنا ستكون مشابهه لسيناريو ما حصل في معلوله. اما اهدافها فتنحصر بقطع الجيش السوري الطريق على المسلحين في القلمون ومنها الى مهين. خطوة يصفها مراقبون بالاستباقية لمعركة القلمون التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق. لا لا يطلعوا باتجاه الشعيرات إذا فيهم يطلعوا. هني بحالة ولا هي محلات عند المشفى ما فيهم يطلعوا؟ ما عم يطلعوا. ما في مشكلة. طيب إذا نبي البيوت وغير طيب. الجواني مشبابيك على المناور يعني ما إلها مشبابيك على الشارع. طيب ماشي. إيه عندكم بحارة ما ضل القناص اللي كان مبارح طلع. القرية التي يقطنها 5000 مدني تقريبا سرعان ما دخل سكانها على خط النار قبل أن ينجح الجيش في إجلاء القسم الأكبر من الأهالي. الجيش السوري والدفاع الوطني تقدما على الأرض محققين عزلا للمسلحين في القسم الغربي منها. القنص هنا يقطع شريان الحياة ويتفوق على أغلب المظاهر العسكرية، فيما تؤكد المصادر الميدانية أن استرجاعها بات قاب قوسين أو أدنى. صدد آخر القرى التي دخلت على خط الصراع المسلح بعد أن نجحت مجموعات مسلحة في التسلل إليها. الهدف الاستراتيجي أبعد من السيطرة عليها، بل يتجاوز ذلك لقطع طرق الإمداد عن الحواجز العسكرية المنتشرة في الصحراء السورية. الجيش السوري لا يدخر جهدا لاستعادة هذه القرية. من قرية صدد في ريف حمص، طارق علي، الميادين. للعراق، حيث يزور رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رئيس أقليم كردستان العراق مسعود البرزاني لحسم الخلافات القائمة بشأن قانون الانتخابات. تأتي زيارة النجيفي إلى أربيل في وقت أعلن فيه البرزاني رفض الأكراد التصويت على القانون في حال أصرت بعض الكتل السياسية على اعتماد الدوائر المتعددة، واصفا الدائرة الواحدة بأنها ترسخ مبادئ الديمقراطية في العراق. ومن أربيل ينضم إلينا مراسل الميادين محمد كريم. محمد، لقاء البرزاني نجيفي، ما الذي تمخض عنه ربما من نتائج؟ أين يتفق الطرفان؟ نعم، بطبيعة الحال هذا الاجتماع هو انتهى قبل حوالي الساعة من الآن. الاجتماع تركز في مجمل جلساته على النقاط الخلافية التي رافقت قانون الانتخابات الذي لا يزال موجود على طاولة البرلمان في ظل وجود الخلافات السياسية. الكرد اليوم وعبر رئيس الإقليم مسعود برزاني أكدوا تمسكهم بموقفهم الرافض لاحتساب العراق كدوائر متعددة في إطار القانون الجديد المقترح أو العودة إلى القانون القديم. وهنا يقولون وأبلغوا الوفد البرلماني الذي جاء برئاسة النجيفي وكذلك بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية داخل البرلمان، أبلغوهم بأنهم مع العودة إلى القانون القديم لكن بشرط واحد، أن يكون هنالك مقاعد تعويضية للكورد بنسبة لا تقل عن 20 مقعدا بالإضافة إلى مقاعدهم الحالية، أو إجراء أو احتساب العراق كدائرة انتخابية واحدة. أي بمعنى آخر أن الخلافات لم تكن أو لم تجد لها مخرجا في هذا. وبالتالي هل هناك اجتماعات لاحقة ستكون؟ لأنه يعني ثلاثاء هناك استحقاق لهذا القانون بالنسبة لقانون الانتخابات في العراق في البرلمان، صحيح؟ بالتأكيد بالتأكيد. الوفد النيابي الذي كان برئاسة النجيفي حمل معه مطالب الكرد واستمع عليها عبر رئيس الإقليم مسعود برزاني، حملها معه إلى بغداد. يوم غد سيتوجه وفد كردي رفيع المستوى يمثل القيادات التحالف الكردستاني والكتل الكردستانية إلى بغداد للتباحث، خصوصا وأن المهلة التي حددت من قبل البرلمان العراقي نعم. ستنتهي يوم الخميس المقبل، أي أن يوم الخميس المقبل هو الموعد الأخير لإقرار قانون الانتخابات أو العودة إلى القانون القديم الذي هنالك أيضا فيه إشكال قانوني لا يمكن للعراق أن يستند عليه في انتخاباته المقبلة بعدما نقضت المحكمة الاتحادية إحدى فقراته وطالبت البرلمان بتحديدها، وبالتالي في العراق بات بلا قانون في هذا اليوم. شكرا لك محمد كريم مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.
بذات الموضوع كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود توجه لبعض الكتل السياسية لاعتماد قانون الانتخابات القديم للعام 2005 بعد تعديل بعض فقراته حتى بغياب أعضاء التحالف الكردستاني. المصادر كشفت أيضا عن وجود خلافات بشأن التوصل إلى اتفاق حول مشروع القانون الجديد، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاسما إما للتوصل إلى حل أو العودة للقانون القديم. أشهر لم تتوصل خلالها الكتل السياسية العراقية لاتفاق تمرر به قانون الانتخابات النيابية. الائتلاف الحاكم بقيادة المالكي وحلفاؤه، المعارضة وعلى رأسها القائمة العراقية، ليس بوارد القبول بضغط التحالف الكردستاني لاعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة يجمع بها صوت أكراد العراق. خلافات قد تدفع في حال عدم الوصول إلى حل وسط الكتل السياسية إلى تمرير القانون بغياب التحالف الكردستاني. إذا حصلت تحالفات بين العراقية وبين التحالف الوطني، ورأيي أنا أعتقد هذا الطريق السليم والطريق اللي يمكن أن نحمي فيه العملية السياسية. هي ستكون المرة الثانية لتمرير قانون النيابي بالأغلبية إذا ما نفذت عملية، وبغياب التحالف الكردستاني أيضا بعد إقرار الموازنة الاتحادية. الأكراد يجدون أن القانون سياسي بامتياز، ما يفرض توافر التوافق دون تمريره بأغلبية الأصوات، تمرير قد يثير خلافات قديمة بين حلفاء الماضي وقد تنعكس على شكل التحالفات القادمة. خلي يتفقون يصوتون على القانون، ما عندنا مانع احنا، بس احنا ما نلتزم هيك قانون اللي احنا ما نصوت عليه. واعتقد هم ايضا مو من مصلحتهم، هم بدأوا بالتوافق فعليهم ان يعودوا الى التوافق. اذا ارادوا ان يصلوا الى السباق الانتخابي القادم بشكل عملي. وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قد هدد بمقاطعة الانتخابات إذا أعيد العمل بقانون الانتخابات السابق أو أقر القانون الجديد دون التوافق مع الأكراد. تصويت بالأغلبية على القانون الجديد أو العودة للقديم، وبينهما تهديد الكرد بالمقاطعة، خيارات حسب المراقبين قد لا ينفذ أي منها دون العودة للتوافقات. عبدالله بدران، بغداد، الميادين. تطور ملحوظ بالعلاقات بين العراق وتركيا توج أمس بلقاء وزيري خارجية البلدين ودعوة من رئيس الوزراء التركي لنظيره العراقي لزيارة بلاده. نتابع التفاصيل في التقرير الآتي. طوينا الصفحة القديمة وفتحنا فصلا جديدا في علاقاتنا. وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد من أنقرة خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره أحمد داوود أوغلو ضرورة إعادة العلاقات إلى طريقها الصحيح بين العراق وتركيا. فتور وتوتر واتهامات وصلت حد التدخل في الشؤون الداخلية للعراق منذ ما يقارب العامين بعد خلافات على عدة قضايا، الأزمة السورية في صلبها. مراقبون يرون أن تركيا باتت تعي أهمية إعادة النظر في علاقاتها مع البلد الجار، ويردون سبب الانفتاح التركي على العراق إلى اعتبارات منها تطورات الأزمة السورية والتقارب الأمريكي الإيراني. قراءات لا تبدو بعيدة عما تمحور حوله لقاء الطرفين. زيباري وأوغلو شددا على ضرورة الحل السلمي للأزمة في سوريا واحتواء صعود التطرف بحسب زيباري. هذا اللقاء يأتي بعد دعوة تلقاها رئيس الوزراء العراقي نور المالكي من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا. المتحدث باسم في دولة القانون علي شلاه أشار إلى جملة عوامل دفعت حكومة أردوغان إلى توجيه أكثر من دعوة لمسؤولين عراقيين لتطبيع العلاقات، ملف حزب العمال الكردستاني أبرزها بعد فشل الاتفاق التركي معه، إضافة إلى التدهور الاقتصادي الذي أصاب أنقرة، إلى جانبها ملف الجماعات التكفيرية الذي بات يشكل تخوفا حقيقيا داخل تركيا. من بغداد ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي سيد مناف الموسوي. أهلا بك سيد الموسوي. كلام وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قال أنه هي ليست زيارته لأنقرة زيارة فقط لتطبيع العلاقة الثنائية، وإنما لتوسيع آفاق هذه العلاقة وتطويرها في كافة المجالات. هي صفحة جديدة تفتح إذن بين بغداد وأنقرة، على أي أسس تبنى هذه الصفحة؟
يعني أنا باعتقادي الأساس الأول هو الجانب الاقتصادي الذي يعني يدار ما بين الحكومة العراقية وما بين المؤسسات والشركات التركية، وبالتالي يعني أعتقد أن هنالك ما يصل إلى أكثر من 20 مليار من عملية التبادل التجاري ما بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، هذا أولا. المسألة الثانية أيضا في ضمن الجانب الاقتصادي هو عملية إعمار أنبوب النفط جيهان لنقل النفط من خلال تركيا، وبالتالي يعني أعتقد هذا يدور جانب ربحي إلى تركيا. المسألة الثالثة أنا باعتقادي هي يعني العودة إلى نظرية ماكندر قلب العالم، والذي يعتبر العراق هو قلب العالم، وبالتالي فإن العملية السياسية على ما يبدو يعني لابد أن تكون من العراق. لذلك إذا ما أرادت تركيا أن تكون لاعبا جيدا في المنطقة، عليها أن تكون لديها علاقات جيدة، علاقات حسن جوار مع العراق، أن تتعامل على أساس المصلحة المشتركة وعلى أساس السيادة وعلى أساس الاحترام المتبادل. يعني بعد أن كانت هنالك مجموعة من الإشكاليات تحول من خلالها الخطاب التركي من الخطاب القومي إلى الخطاب الإسلاموي الذي حاولت تركيا أن تتبنى فيه مشروع أن تركيا السنية هي المسؤولة عن المسلمين السنة في العراق، وبذلك لاحظنا هنالك مجموعة من التدخلات التركية في الشأن العراقي. أيضا قد تكون زيارة وزير خارجية السابقة إلى كركوك بدون علم الخارجية العراقية وبدون علم الحكومة العراقية، أيضا كانت تعتبر عملية تدخل، أيضا ربما أيضا الموقف. لكن يبدو اليوم يعني الزيارات معكوسة سيد الموسى، وإن كانت زيارة البرزاني بالشهر الماضي زيارة السيد أسامة النجيفي، وأيضا زيارة رئيس مجلس الأمة التركي للعراق الأسبوع الماضي وتوجيه دعوة لرئيس الحكومة نوري المالكي، توحي بأنه هذه باتت ربما من الماضي. تقول أنه إذا كان المنظور أيضا التركي يرى العراق هي قلب العالم أو هي البوابة للخروج من المأزق السوري أو تداعيات الأزمة السورية، هل تحتم الاتجاه باتجاه إيران لربما أو سوريا، ليس بهذه العودة السريعة ولكن بتغير في المواقف من خلال البوابة العراقية؟ يعني بالتأكيد أنا باعتقادي أن زيارة أوغلو في 17/1/2013 إلى السعودية وما أخبره عن لسان الحكومة التركية بأنها منزعجة من عملية توغل المسلحين بالقرب من الحدود التركية، أيضا قد يكون تواجد المسلحين مع الإشكاليات الكثيرة سواء كانت الإشكالية الكردية، التصريحات الأخيرة لمنظمة البككة والتي صرحت بأنها سوف تبقى في المواقف وأنها سوف تستمر في عملية المقاومة المسلحة ضد الحكومة التركية بعد أن تبينت نوايا الحكومة التركية بعدم الاتفاق أو التوصل إلى حلول. أيضا الإشكاليات الداخلية التي حدثت في تركيا من قيام المظاهرات إلى آخره، كل هذه قد تكون تداعيات استدعت إلى أن تغير تركيا من خطابها السياسي إلى أن تعود في الحقيقة. أيضا أنا باعتقادي أن مسألة مهمة حاولت من خلالها تركيا أن تكون لاعبا أساسيا في قضية الملف الإيراني والمبادرة التي أطلقتها تركيا وعملية الرفض من قبل الجمهورية الإسلامية وقبولها بأن تكون بغداد أو يكون العراق هي الحاضنة الاجتماع 6+1، كل هذه يعني أعطت إشارات رئيسية على أن العراق من الممكن أن يكون لاعبا جديدا في المنطقة. كيف سنرى ثمار هذا التقارب أو إعادة إحياء العلاقة بأمثلة؟ ما الذي سنشاهده أو الإشارات الأولية التي يمكن أن نلحظها؟ يعني في الحقيقة البعض يحاول أن يصور أن الخلاف أو هذا ما سمعناه من بعض السياسيين أن الخلاف العراقي التركي هو خلاف شخصي ما بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس الوزراء التركي. أنا سمعت من كثير من السياسيين نقلا عن سياسيين الأتراك بأن الخلاف بهذا الاتجاه، وبالتالي يعني إذا ما أردنا العودة إلى المصلحة العراقية التركية، إذا ما أردنا من استثمار هذا التبادل التجاري، إذا ما أردنا أيضا أن تكون أنا باعتقاد
الاقتصادي حتى في القضية السورية، يعني كان التدخل التركي واضحا، وأيضا كانت تركيا معارضة جدا للمبادرة العراقية التي كانت يعني تقول بأن القضية السورية لا يمكن أن تحل إلا بالطرق السلمية. التغييرات هذا كلام قاله أيضا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، قال أنه وهذا كلام جديد ولافت أنه الأزمة السورية لا يمكن أن تحل إلا من الجانب السياسي. متى سنشهد الخروج عن هذا ربما الشكل البروتوكولي أو الزيارات؟ هل سنشهد أي شيء عملي قريب؟ بدقيقة لو سمحت. يعني بالتأكيد هذا التغير في الخطاب التركي، التغير في السياسة التركية، محاولة إيجاد عملية تقارب ما بين وجهات النظر العراقية، الجلوس على طاولة مستديرة ووضع المشاكل الموجودة ضمن سلة واحدة، ربما هنالك مجموعة من المشاكل المهمة التي على تركيا أن تبين حسن النية فيها. من ضمن هذه المشاكل هي قضية السيد طارق الهاشمي، عملية التدخل التركي الموجود في تركيا ودعمها لبعض الجهات الإرهابية، كل هذه الإشكاليات ممكن أن تكون ضمن سلة واحدة. وإذا ما أرادت تركيا أن تكون يعني أو تبني علاقات جديدة مع العراق فعليها أن تنهي كل هذه الملفات وأن تستخدم نظرية أوغلو بعملية تصفير الأزمات والعودة إلى المربع الأول. أشكرك سيد مناف الموسوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، كنت معنا من بغداد مباشرة.